نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع نكمل مع بعض كلامنا عن البرنسبلز اوف كوميونيكيشن، ووصلنا للنقطة، خلصنا النقطة رقم 8. بنكمل معايا رهف، اتفضلي. في اثنين رهف، رهف اه على نعم كنت رهف على عارف، تمام. اتفضلي. ترى يجب أن يكون التواصل المألوف، يعني مثل موضوع الكورونا كان بداية الانتشار الوباء، كان يعني الناس ما تهتم فيه. حاليا صار الكل بس انتشر الوباء صاروا يهتموا بالعلاجات وعدد الإصابات وأخبار وهيك أشياء. تمام. طيب، حد تاني عايز يعقب على نفس النقطة؟ راه محمود. لا دكتورة، مثل ما حكت. طيب خلاص، ما فيش جديد يعني. اوكي، يبقى هنا النقطة اللي بنتكلم فيها communication should be familiar. يبقى الموضوع familiar، يعني ايه familiar؟ يعني الموضوع معروف فيما بيننا، يعني فيما بين طرفي الحديث. يعني ما اجيش انا مثلا اختار موضوع بيشغل رأي عام في مجتمع تاني او في بلدة تانية او في زمن تاني. يعني بعد شوية موضوع كورونا ده خلاص هيبقى فاشن زي ما بنقول، هو راحت عليه ليه؟ يعني زي ما كان قبل كورونا كان في الايدز من فترة مثلا، كان في ايبولا، كان في سارس، مش كده؟ كان في الهيباتايتس، كان في مثلا على مستوى المجال بتاعنا، كان وقت تاني، كان في موضوع اخر هو اللي كان مكتسح الساحة واللي كان فارض نفسه على الرأي العام واهتمامات الناس. في وقت تاني في موضوع مختلف، جايز بعد شوية من الزمن يبقى في موضوع آخر هو اللي يشغل الرأي العام أو يشغل اهتمام الناس. في أي مجال بقى، في أي مجال، يبقى المفروض إن الموضوع يبقى فاميليار، يعني معروف لدى الناس، على أساس إن إحنا لما بنتكلم في الموضوع ده بيمسنا ويمس اهتماماتنا والخلفيه اللي احنا عايزين نعرفها. لكن ما جيبش موضوع ملوش علاقه بالبلد ولا له علاقه بالمجتمع ولا له علاقه بالزمن واتكلم فيه. نقطه اخرى، همشي بالتسلسل. رهف محمود عايزه تعلق على النقطه اللي بعديها، اتفضلي. communication should seek attention، يعني ال communication لازم يسترعي الانتباه للمريض تمام أو الواحد أنا بعمل معه حوار، مش ضروري يكون المريض. تمام تمام طب هتبقى الكوميونيكيشن سيك للاتنشن من خلال ايه؟ سوسن اتفضلي. سوسن، سهير، او دكتور المايك اتفضلي يا مسكر. سوسن، اتفضلي اوكي، اتفضلي. انه احنا يعني يسترعي الانتباه، انه يكون الموضوع مثلا مهم، يعني مهم وملم يعني للحضور، يعني إشي بخصهم وبلفت انتباههم وبيخليهم يركزوا بالإشي، يعني مش إنه حكي ما إله داعي وما إله يعني أهمية بالنسبة إلهم. احنا عادة الشيء اللي بيلفت نظرنا وبيشغل انتباهنا واهتمامنا ان يخصنا، مش كده؟ يعني احنا لو قسنا برضو على موضوع كورونا، خلينا بنستخدمه كمثال بالمرة. في الاول، اول ما في 2019 في شهر 12 تقريبا او في اخر 2019، اول ما ظهر في الصين، كان يعني حد مهتم؟ مش قوي يعني، مش كل لا الناس على الاقل. يعني احنا شايفين بقى ان الصين دي بلد تانية وبعيدة وبتاع والقصة دي، ولا يعني الموضوع كنا مختلف، الموضوع بالنسبة كانوا لهم شمتانين فيها، كانوا شمتانين فيها. بالظبط بالظبط، كان في رياكشنات لبعض الناس ان هو احسن ان حصل لهم كده. فالموضوع احنا داخليا هنا ما كانش يهمنا. انت بقى لما ابتدت ايه العالم كله يترج وابتدى يتأثر، فابتدى فعلا اهتمامنا وانتباهنا ايه يتغير. هي نفس القصة، إن الموضوع إمتى بيشغل انتباهي بيبقى فعلا أنا انتباهي متجه نحوه؟ لما يخصني وما يشغل، أما يكون بيمثل لي أهمية. سهير اتفضلي. النقطة اللي بعدها اتفضلي يا حبيبتي. credibility is very important in communication. تمام، معناها إيه بقى؟ بحكي هون إنه المصداقية كثير مهمة، يعني بالاتصال أعطيه معلومات حقيقية وواقعية، يعني أحكي له إشي منطقي مش إشي خارج الموضوع، أو أعطيه معلومات وهمية صح، راح يشتت انتباه المريض وما راح يخليه واثق كثير فيه. بالظبط، لازم أعطيه أشياء واقعية عشان يثق فيا، وأصلاً وأقدر إني أجذب انتباهه كمان. خاصة يا جماعة لما نيجي نتكلم علم في التواصل مع المريض، يعني لو استخدمنا هذا الموقف
كتوضيح للتوضيح، بتواصل مع المريض، المريض له سؤال عن مرضه، عن مشاكله، عن مضاعفاته، عن ازاي يتكيف معاه، عن العلاجات المختلفه، عن عايز ياخد قرار ان يخضع او قرار بالموافقه من عدمه ان يتعرض لاجراء معين او يخضع لعمليه جراحيه معينه او لا. ما ينفعش الرد عليه يبقى رد ارتجالي، يبقى رد كده عشان اخلص من الموقف، لا، انا بزوده بمعلومه بناء على المعلومه اللي انا بزوده بيها هو هيبني عليها قرار، هيصنع منها قرار او هيتخذ من خلالها قرار. تمام، هو يوافق على العمليه دي ولا لا؟ ما اجيش اقول له نسبه نجاحها 100%، ما بتحصلش على فكره، مفيش حاجه اسمها 100%، ولا نسبه فشلها ما اعرفش قد ايه، ولا هتستغرق العمليه وانت في غرفه العمليه تحت تاثير الجي ايه هتقعد ما اعرفش كام ساعه. هل الكلام ده علم ينفع؟ لا، العلم بقى لما اجي اتكلم علم يبقى معناها ان احنا هنستانس ونستعين باراء من كتب او بمحتوى من كتب علميه، من مصادر علميه، من مراجع علميه. ما ينفعش ابدا اعتمد بقى على الذاكره والله اعلم ده صح ولا لا، ما ينفعش اعتمد على كلام انا سمعته من اي مصدر، من اي موقع، من على النت والله اعلم، ما ده مش قران فبالتالي كل اي موقع اخر فوارد ان يكون فيه اخطاء او كلام مش دقيق، فبالتالي لازم المصداقيه. المصداقيه هتيجي بناء على ان احنا لما نتكلم علم يبقى مستعينين بالمراجع دي، عشان ده بيؤدي لتحقيق الثقه فيما بيننا. لان لو قلت للمريض كلام واكتشف او رد على سؤال او استفسار او اي تعقيب واكتشف ان الكلام ده مش مظبوط، ده هيزعزع الثقه فيما بيننا. عبير اتفضلي يا حبيبتي. انجلي على الدفتر بس اكتب النفس اللي تحتيها. عبير اتفضلي. نعم دكتوره. اتفضلي. Communication program should make use of existing facilities to the great extent possible and should avoid challenging them unsuccessfully. بحكي unsuccessfully. مش مشكلة. مش مشكلة، المقصود من هاي العبارة إنه برنامج التواصل لازم يكون يستخدم المرافق الموجودة، بيتجنب أي تحديات ممكن نواجهها أو أي صعوبات، يعني بخلي هذا التواصل يكون حقق هدف، نوصل لهدف معين. تمام، يعني احنا دلوقتي اتفقنا ان في وسيله معينه انا هستخدمها او اليه معينه انا هستخدمها للتعبير من خلالها او لايصال من خلالها المسج، خلاص المتوفر، المتوفر استخدمه، ما نقعدش ندور على صعوبات وتحديات، الشيء المتوفر الفاسيلتيز اللي موجوده واللي موجوده بالفعل والمتوفره نستعين بيها. طيب اخر جزئيه في هذا الموضوع هو كلامنا عن الباريرز، هنبتدي نتكلم عن باريرز ان افكتيف كوميونيكيشن، ايه الاشياء اللي بتاثر بالسلب او معيقات لفعاليه ونجاح الكوميونيكيشن. خليني اشوف من اول القايمه تاني مين رافع ايده معانا. سوسن، انا ماشيه بالتسلسل عاده. اوكي، عندنا اللي هي اول شيء البيرسونال باريرز اللي هي العوائق الشخصيه. عوائق الرغبة في الشخص المتحدث نفسه. نعم، اللي هي هاي بتتضمن يعني أكثر من نقطة، منها اللغة مثلا، إنه يكون الواحد مش متمكن من اللغة اللي بحكي فيها، يعني إنها صعبة إنه الحدا المستمع إنه يفهم عليه يعني. تمام، يبقى ممكن اللغة، يبقى مثلا لو الكوميونيكيتور ده كان سبيكر بيقدم كلمه او بيعرض موضوع او بحث او ايا كان او سيمينار معين وهيستخدم لغه اجنبيه، تمام، والاودينس اللغه دي مش مناسبه ليهم، او حتى في مساله النطق للاسف ممكن ما يبقاش متقن ملم ومتقن للغه، لا يجيد التحدث بتلك اللغه، او استخدام بعض المفردات اللي مش واضح معانيها، يبقى في مشاكل في اللغه، يا اما اجابته للغه او نطق بالشكل السليم او استعانه ببعض المصطلحات اللي من لغه اخرى وما تبقاش واضح معناها للناس اللي حاضره، يعني في مشاكل في اللغه. تمام، المينتال ستيت، الحاله النفسيه للشخص، يعني هو دلوقتي الشخص مستعد ولا لا، ذهنيا ونفسيا هو مستعد ولا لا، ليها تاثير، يعني احنا مش طول الوقت واحنا فاليد لاي موقف، يعني ما احناش طول الوقت واحنا مؤهلين ومهيئين ومستعدين، استعداد الشخص النفسي والذهني
هو فعلا مستعد ولا عنده قلق لأي سبب ولا مش مركز ولا عنده أي شيء ذهني أو نفسي يعيق قدراته على التواصل مع الآخر. سهاد اتفضلي. سهاد اتفضلي حبيبتي. المنتل ستاتس، الحاله العقليه، يعني لما انا اكون اتحدث مع مريض بيكون عاقل كامل صحته العقليه، مش زي ما احكي مع مريض سايك. احيانا يعني تيجي تحكي معاه من جهه يجيكي من جهه ثانيه. يكون انت مثلا قصدك إشي، لما اجي انا احكي معه يكون انا مثلا بدي اوصل له معلومه، هو بفهمني مثلا بشكل خاطئ. حالتي العقلية أو حالتي أنا العقلية أنا نفسي المتحدث. لا، إحنا بنتكلم في أي طرف. العوائق دي موجودة في الشخص، أي طرف فينا، الجانب الذهني أو الناحية الذهنية والنفسية، هل الشخص مهيأ ولا لا. طيب رهف تفضلي. دكتورة، عدم الصبر. الإمبيشنس، تمام. عدم الصبر ده إيه مشكلته بقى؟ إن إحنا طبيعي في وإحنا بنتحاور مع بعض، في حد بيتكلم وحد بينصت، فبتلاقي نوعية الناس اللي هي مش قادرة تصبر لغاية ما المتحدث ينهي كلامه للآخر، وتبتدي تاخد الفرصة ان هي تتكلم فيها، يعني تنتظر. يعني في ناس ما عندهاش الصبر ان هي تبقى فترة سايلنس. دكتورة، بيعتمد على، في اشخاص مملة في حديثها فما رح يكون في صبر. ممكن حسب ممكن ما فيش صبر، ما فيش تحمل، كلها عوامل شخصية. تمام. البرسوناليتي كومبلكسز، بعض العقد كده والكلاكية، في بعض الشخصيات كده تحس ان جواها عقد داخليه كده مش مظبوطه شويه، يعني تاثر على نجاح وفعاليه التواصل مع الغير. والله هي شايفه نفسها، في شخصيات كده، في انماط من الناس اللي حوالينا هي شايفه نفسها فوق الكل، مكلكعه كده ومركبه من داخلها كده، وشايفه نفسها لا يعني في مكانة ولا مؤاخذة ما حدش زيها يعني. فمين الناس اللي بتتحاور معاها ولا الناس اللي بتتواصل معاها؟ دي بارية. يبقى وجود أي كلاكيع كده وعقد ده داخل شخصية المتحدث، ده بارية مش سلس كده، ومش ممكن. إنك في ناس تحس إنك أول ما تتعامل معاها قابلها ومرتاح للكلام معاها والتواصل معاها، وفي ناس لا بتنفر منها، بيبقى النفور منها شيء وارد جدا. البايس والبري جادجز. اتفضل يا مصطفى. الانهبيشن اتيتيود اللي هنا الاحباط، يعني في ناس هنا كل ما تيجي تحكي معها بحبطك، يعني بيخليش عندك امل بالمره لايش، تفضل لك طاقه سلبيه طول الوقت. بالضبط. صحيح. انهبيشن اتيتيود يعني في ناس الاتيتيود بتاعهم دايما محبط، يعني انت بتتكلمهم مثلا عايز تعمل شيء، عندك خطه لمستقبل في حاجه معينه، عايز هدف معين تحققه، دايما كده في حاله من خيبه الامل، يعني دايما بتفشل اللي قدامها وتاثر عليه للاسف بالسلب. البايس والبري جادجز، التحيز زي ما اتفقنا، الامبيشن عدم الصبر، الانهبيشن اتيتيود، الهوسبيتاليزيشن بالنسبه لمرضانا، فكره انه يبقى هوسبيتاليز دي واحد من البارير. الكالتشرال فاكتورز. سوسن اتفضل. اللي هي العوامل اللي بتخص يعني الثقافه تبعتنا، يعني ممكن يعني تكون عائق كمان في التواصل، يعني زي انه مثلا يكون مثلا اللي بيحاور مثلا في بيئه معينه انه يعني عيب يحكي مع الفيميل مثلا او يوجه لهم اشياء مباشره او هيك، يعني بتكون ممكن. يبقى الخلفيه الثقافيه اللي بينتمي اليها الشخص. احنا من خلفيات مختلفة، يعني احنا داخل البلد الواحدة وداخل المجتمع الواحد في ثقافات فرعية. لما نيجي نقول المجتمع او الناس اللي عايشة في المدينة غير اللي عايشة في الريف، غير اللي عايش مجتمع ساحلي مثلا على البحر، مجتمع على الحدود مع دولة تانية، مجتمع عايش في صحراء او ناس عايشة في صحراء وبيئة صحراوية، يعني اختلاف البيئة واختلاف الخلفية اللي احنا الثقافية اللي احنا بننتمي اليها تعد ايضا معيق لنجاح الكوميونيكيشن. الايج والسكس برضه نفس القصه من العوامل، اختلاف السن، لما حد بيتعامل مع حد في سن تاني لازم يبقى فاهم اللغه المناسبه
والموضوع المناسب ليه، اما لو في تباين واضح قوي هيبقى هيأثر التباين ده بالسلب على نجاح الكوميونيكيشن. اسلام اتفضل. اسلام دكتوره حكيني الفيزيكال الامبيدنس اللي هو العوائق الجسديه. تمام. اي مشكلات بقى فيزيكال يعني، اي مرض عضوي او اي مشكله عضويه ليها تاثير، سواء كان مرض او عرض، سايكولوجيكال فاكتورز العوامل النفسيه، تمام، الميكانيكال فاكتورز الاداه اللي احنا بنستخدمها، يا هتشتغل معانا ولا زي ما احنا شايفين دلوقتي في ناس عندها مشاكل في الديفايس اللي بتستخدمها او ضعف في النت فكل شويه في انقطاع في الحديث. الايدكيشنال ديفرنس. نسرين اتفضلي. اتفضلي يا نسرين. النقطه الخامسه بتحكي عن الايدكيشنال ديفرنس، التعليم اللي في عند الشخص بيختلف من شخص اخر مستوى التعليم. فمثلا شخص مثقف مثلا زي دارس حاسب على الأرقام، عن الشيء اللي هو الوظيفة تبعته أو التعليم تاعه. موضوع اللي احنا قلناه من قبل كده لو تفتكروا، مع العوامل اللي بتأثر على نجاح او الظروف اللي بتأثر على نجاح الكوميونيكيشن، البيرسونال فاكتورز اللي منها الخلفية اللي بينتمي ليها الشخص، سواء بقى كان ايج، سكس، جانب تعليمي او مستوى تعليم مهني معين او طبيعة عمله، الطبقة الاجتماعية اللي بينتمي إليها، الطبقة الاقتصادية، كل ده له تأثير على اللغة المستخدمة والاتيتيود بالنسبة للشخص أثناء الكوميونيكيشن بينه وبين الآخر. فإذا لما بيكون في اختلاف أو في تباين في مستوى التعليم، وبالأخص لما بيبقى في جاب جامدة ما بين الطرفين أو مجموعة أطراف الحديث، ده بيبقى له تأثير بالسلب على الكوميونيكيشن. رهف عارف، اتفضل يا رهف. حواجز التنظيمية اللي يكون عنده مشاكل في النت وهيك أشياء. organizational barrier. لا، organizational barriers هنا اللي هي العوائق اللي هي ممكن تبقى من البيئه او من المكان اللي بيتم فيه الكوميونيكيشن. يعني مثلا احنا لو داخل المستشفى او داخل الكليه او داخل المؤسسه نفسها ممكن يكون في عوائق، ممكن يبقى في مشكله ان الواي فاي او النت فيه ضعف، ممكن في مشكله في السيت اب نفسه اللي بيتم فيه الكوميونيكيشن او الانترفيو فيما بيننا. يبقى عوامل خاصة ببيئة المكان نفسه أو عوامل خاصة بالمؤسسة نفسها اللي بتتم فيها الكوميونيكيشن. هذه هي الباريرز اللي بتأثر، بما إن إحنا بنتكلم على إنها بارير فتأثيرها سلبي على نجاح وفاعلية الكوميونيكيشن بين أطراف الحديث. كده هنا موضوعنا. أي سؤال أو استفسار؟ يعطيك العافية دكتورة. يا رب جميعا. يعطيك العافية دكتورة. اللهم أمين وإياكم. خلينا بقى إيه نشوف مين معايا حاضر النهاردة. معايا إسراء الزغول، وريان. نعم دكتورة. ومودة. نعم دكتورة. نعم دكتورة. إسراء الزغول. وأسماء. نعم دكتورة. وروان فواز. نعم دكتورة معك. ورانيا البرغوثي. معك دكتورة. ومعايا كمان روبا. نعم دكتورة معك. روبا قبيدر. ومرام الزغول. معك دكتورة. أحلام العبادي. دكتورة معك. وأريج. نعم دكتورة. آلاء العبوري. نعم دكتورة. آلاء ما سمعت صوتك النهاردة يا آلاء. دكتورة كانت المحاضرة يعني أنا فاتحها، يعني مش فاتحها، كان عندي معلق النت ما كان معي نت، عشان هيك والله بصراحة ما حضرت السيشن الأول. ماشي لين. حقك علي. ماشي يا لين. نعم دكتورة أنا لين. آلين. دكتورة إيمان مفلح. واليقين لسه ما خلصتش يا جماعة، لسه ما أقول خلصت. موجودة دكتورة. واليقين. وإيمان مفلح موجودة دكتورة. ماشي حبيبتي. ومعانا رشيدة. نعم دكتورة. وضحى. نعم دكتورة. وداليا. معاكي دكتورة. إيمان أبو زيد. نعم معك دكتورة. إسراء العبادي. نعم دكتورة. فرح. فرح
نعم دكتورة. بدير. نعم دكتورة. حمزة. لينا. لورا. لورا. موجودة لورا. نعم دكتورة لينا. ليش حبيتي ولينا خلاص ولورا. دكتورة. نعم سديدة. ولين لينا أبو ناصر. نعم دكتورة موجودة أنا لين. منار. معك دكتورة. منير. عمر. معك دكتورة. موجود معك منير. نهاد. مصعب. معك دكتورة نهاد. مصعب. نعم دكتورة هيني موجود. صابرين ماشي يا مصعب صابرين. اه دكتورة صابرين. رهف عارف. نعم موجودة دكتورة. رؤى. دكتورة انا موجودة كمان. ريما. ماشي. سماح. اه نعم معك انا. شاكر. موجود دكتورة. سوسن. موجودة دكتورة. ولاء. نعم دكتورة معاكي. تمارا. معاكي دكتورة. اليقين. موجودة دكتورة. بوسينة. نعم دكتورة. جنين. نعم دكتورة. رشيدة خلاص. اه نعم خلاص رشيدة. معانا مين كمان دكتورة؟ ما حكيت عن اسمي. رهف محمود. نعم دكتورة. زهور. نعم دكتورة زهور موجودة. سهاد وشروق. سهاد. سارة دكتورة كمان. نعم دكتورة شروق موجودة. ماشي. عبد الله حياري. نعم دكتورة موجود. طلعت. عبير. نعم دكتورة. فيصل. فيصل سالم أو فيصل علي. محمد سيف. نعم دكتورة محمد سيف موجود. مرام الزغول. دكتورة موجودة. مصطفى. دكتورة قاعدة تحكي الأسماء مرتين أنا ما حكيت اسمي. أنا دكتورة مرام عدتي اسمي مرتين. عادي بقى. دكتورة فصل علامات موجودة. نادية اسمي بليز. نسرين. نسرين. نجاة. نجاة. نعم دكتورة موجودة. طيب ومحمد عدنان. خلاص. لا أنا إسلام شدائي ما حكيت اسمي دكتورة. ثانية واحدة عشان أرجع للقائم. ولانا حمدان. ثانية واحدة عشان أرجع للقائمة من أول. مين بقى اللي ما سمعش اسمه؟ ما حكيتي سارة دي. ما حكيتي لا. سارة. وسجا. سجا. سارة طايل. وطلعت أنا قلت. ها. دكتورة. اتفضل. ما طلع اسمه. لينا رزق. لينا. قلت لينا ولانا. ولا تقلق. طلعت دكتورة. وطلعت قلت. وفي سارة. مصطفى. ومصطفى طبعا. فيصل موجود دكتورة. وفيصل الرواجد. فيصل اللي مات. موجود. الاثنين فيصل كده انا قلته. تمام عشان تطلع. لينا سلمي. ولينا هو في اكتر من لينا مش كده. خلاص انا لينا عدت عليا قبل كده. دكتورة اسلام شدايدي ما حكيتي. مين؟ اسلام شدايدي. قلت اسلام. لما رجعت تاني للقائمة من ماشي كل اللي ظهر عندي في القائمة أنا قلته دلوقتي. لقاءنا إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي يا شباب. استعدوا بقى وادرسوا لأنه إحنا على الأبواب في كل حاجة دلوقتي. ما دمنا دخلنا في شهر 12 فهدنا يسر وتلاقي الامتحانات الميد قربت يعني. فاستعدوا إن شاء الله دكتورة. وعمر الله تعالى. على كل شكرا لك دكتورة. ربنا يخليك. شكرا لله واجبنا. ربنا معكم يا شباب. ربنا معكم. الله يكرمك دكتور يعطيك العافيه. اللهم امين واياكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.
السلام عليكم.